الشباب بس انت تصدق ان البياعين هم اللي يعملوا تركتين كده؟ يعني انا مش شفت اللي مش شايفه. لا مش شايفه. صدق الراجل ده محترم. خطه مضبطه. انا قاعد هنا خطه مضبطه. يعني مقطع شيء انا محترم. ده استمر الساعه يا جدعان. انا كنت اتفرج على مسيس. قول لهم خش جوه. قول لهم نقابه بياعين التحرير. متعود عشان نلاقي حد يتفاهم.